السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. محافظة العاصمة توزع 5780 سلة وجبة غذائية ضمن حملة معا نهتم. إيداع مبالغ التعويضات عن دعم اللحوم في حساب المواطنين. وجمعية الحكمة للمتقاعدين تقيم حملة تعقيمية لمجموعة من الجمعيات الاجتماعية وبعض الهيئات الخدمية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أعلن معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عن توزيع المحافظة 5780 سلة وجبة غذائية، والذي يأتي ضمن الحملة الخيرية معا نهتم التي تم إطلاقها من قبل المحافظة مؤخرا. وتستهدف هذه الحملة توزيع الوجبات الغذائية على المحتاجين والمتضررين من فيروس كورونا والقاطنين في محيط العاصمة، وذلك ضمن مساعي المحافظة نحو إيصال الغذاء المطلوب لهم قدر الإمكان في ظل تأثر بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية بحزمة الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الحكومة الموقرة لمواجهة انتشار هذا الفيروس. وأكد معالي أن المحافظة ستواصل التنسيق مع أصحاب الأيادي البيضاء لدعم هذه الحملة التي يأمل أن تستمر حتى انتهاء جائحة كورونا، مشيرا أن المجتمع البحريني جبل على قيم العطاء والتضامن النابعة من كرم العادات والتقاليد الأصيلة التي يتميز بها شعب البحرين، خصوصا أن المبادرات الخيرية في ظل هذه الجائحة تسهم نحو تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزز من تكاتف المجتمع. قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل 3 أشهر في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدما عن شهور أبريل ومايو ويونيو للعام 2020. وتصرف هذه التعويضات ضمن آلية توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين والبحرينيين، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء في شهر مايو 2015 بشأن تنفيذ آلية دعم اللحوم للمواطنين. أقامت جمعية الحكمة للمتقاعدين حملة تعقيمية لمجموعة من الجمعيات الاجتماعية المجاورة وبعض الهيئات الخدمية والمؤسسات من خلال فريق من أعضاء وعضوات ورواد جمعيات الحكمة. التفاصيل تتابعها في التقرير التالي من إعداد الزميل خالد العون. ضمن البرنامج الوطني الشامل لجمعية الحكمة للمتقاعدين، شكلت الإدارة فريق عمل بمسمى البحرين تستاهل لمساندة فريق البحرين الطبي للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19. جمعية الحكمة المتقاعدين بادرت منذ اليوم الأول لانطلاق الفريق الطبي برئاسة سمو ولي العهد لتشكيل هذا الفريق، والحمد لله رب العالمين كل المواطنين يتفاعلون وكل المسؤولين وكل الجهات، وأداء البحرين بشكل عام أداء ممتاز لمواجهة هذا الخطر وهذا الوباء الخطير اللي طبعا غزا العالم كله. احنا الحمد لله إن شاء الله وضعنا أفضل، والحكمة عملت برنامج على مراحل. برنامج التوعوي الأولي كان توعية كل المواطنين والمقيمين من خلال الانستغرام، من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال المنصة الإلكترونية اللي كانت في الحكمة، وأيضا استخدمت كل اللغات الممكنة موجودة في البحرين وبثت على التواصل الاجتماعي. ومنذ انطلاق أعمال فريق البحرين الطبي مطلع شهر فبراير الماضي، بدأت أعمال فريق البحرين تستاهل بوضع البرامج والخطط المناسبة لمساندة قرارات فريق البحرين الطبي الاحترازية والوقائية، وذلك بسلسلة أنشطة تثقيفية وتوعوية من خلال منصة إلكترونية بجمعية الحكمة عاملت على بث فيديوهات التوعية بكافة اللغات العربية والأجنبية. طبعا احنا نلبي نداء حق الوطن، اعطونا فرصة ما شاء الله الدكتور سعيد سموك بان احنا اليوم نشارك، وفي كذا يوم بعد نشارك في كذا محل عساس انه نقضي على الكورونا. كتبوا لنا ان احنا نبي نبادر في حملة كورونا، بصراحة حبينا لمساعدتهم الوقوف لديراتنا الحبيبة، وهذا شيء واجب على كل مواطن انه هو يساهم في هالنشاط الاجتماعي
المميز خصوصا في هالأيام. هذا وبدأ فريق البحرين تستاهل بتنفيذ خطة التعقيم المنظمة لعدد من الجمعيات الاجتماعية المجاورة وبعض الهيئات الخدمية والمؤسسات من خلال فريقين نسائي ورجالي من أعضاء وعضوات ورواد جمعية الحكمة، إذ يستمر برنامج التعقيم حتى بداية شهر رمضان المبارك. طبعا هذه واجب أن احنا نساعد كبار السن لأنهم قدموا الكثير في هذه الدوية للبلد هذه. طبعا الحين في هذه الأزمة، أزمة وباء الكورونا، كل إنسان وكل فرد على هذه الأرض المفروض يتطوع أيضا أو يقدم أي خدمة تحت أي مسمى، المهم أنه يساعد في تخفيف العبء على الحكومة وعلى الناس المسؤولة في هذه الدولة، لأنهم ليل نهار قاعدين صراحة يفكرون بوسائل وطرق شلون أن يحمون البلد والشعب والمواطنين المقيمين، فهذه يعني أقل قليل اللي احنا نسويه. وفي ذات السياق تم تشكيل فريق دعم الأسر المحتاجة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق البحرين لتزويدهم بالحقيبة الوقائية الشاملة والتي تحتوي على المعقمات الشخصية المنزلية والمطهرات ومجموعة كبيرة من القفازات والكمامات. ضمن الشراكة المجتمعية بين الجهة الرسمية والمجتمع المدني بمنظماته الأهلية والمبادرات التطوعية، شارك متطوعو جمعية الحكمة للمتقاعدين بتعقيم المرافق العامة في مختلف المناطق، وذلك حرصا منها على تأدية الواجب الوطني في مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. مملكة البحرين تشهد هطول أمطار متفرقة وغزيرة في بعض المناطق. أطلقت هيئة البحرين للثقافة والأثار على موقعها الإلكتروني الجولة الافتراضية لنسخة 46 من معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الذي يقيم في كل من متحف البحرين الوطني ومسرح البحرين الوطني ما بين 15 من شهر يناير حتى 15 من شهر مارس الماضيين. وخلال الجولات الافتراضية لمعرض هذا العام ونسخ الأعوام السابقة ستتاح للجمهور مشاهدة أعمال فنية متنوعة قام بابتكارها فنانون بحرينيون ومقيمون وتنتمي لمختلف المدارس والاتجاهات الفنية، تتنوع ما بين نحت وتصوير فوتوغرافي وفنون جرافيك ورسم باستخدام مختلف الخامات والمواد والأشكال، إضافة إلى أعمال الفيديو وتركيب. شهدت مملكة البحرين صباح اليوم هطول أمطار متفرقة وصفت بالغزيرة في بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة قد تصل إلى 18 درجة ليليا. وقد أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع تساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية. وللمزيد حول الحالة الجوية لهذا الأسبوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد أحمد الحجي رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية. مساء الخير أستاذ أحمد، بداية هل لك أن تطلعنا والسادة المشاهدين على الحالة الجوية المتوقعة اليومين القادمين؟ أستاذ مساج مرحبا فيكم، حياكم الله ومساء السادة المشاهدين. ولله الحمد وكما كان متوقعا هطلت على معظم مناطق ومحافظات المملكة منذ مساء يوم الثلاثاء
أمطار الخير والرحمة تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة أحيانا، تخللتها أمطار رعدية مصحوبة بالبرق والرعد. وكما تعلمون في مثل هذا الوقت من السنة وفي المرحلة الانتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الصيف تحدث تقلبات جوية مستمرة وعلى فترات متفاوتة، تعرف محليا بالسرايات والتي عادة ما تستمر حتى منتصف شهر مايو، حيث تتحرك سلسلة من المنخفضات على شبه الجزيرة العربية تشكل على أثرها السحب الركامية والخلايا الرعدية، ونظرا لوجود تبريد علوي وتسخين على سطح الأرض ينتج عنها تساقط أمطار متفاوتة الغزارة. نعم وممكن طبعا أن تتخللها تساقط حبات البرد أيضا في مثل هذه الأوقات إذا توفرت الشروط المناسبة، وطبعا يصحبها تيارات هابطة وشديدة السرعة مثيرة للأتربة أحيانا، وتعمل على تدني في الرؤية الأفقية وارتفاع موج البحر. نعم تفضل. نعم تفضل. ومن المتوقع طبعا حسب توقعاتنا الأولية أن تستمر هذه الحالة الجوية إلى منتصف هذه الليلة، ومن بعدها تتحسن الأجواء تدريجيا إن شاء الله. نعم السيد أحمد الحجي رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية، شكرا لك. يا مرحبا. وبهذا وصلنا لختام أخبار الثالثة، إلى اللقاء.